نبدأ بقى دلوقتي في الـ deformations. يعني ايه الـ deformations؟ اول حاجة انا عايز اروح هنا واقوم قايل له reset، وهاخد plane و كالعادة غير الكلر. هي مجرد، هي على فكرة عادة يعني، تمام. عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش. بعد كده هضغط F4 و Alt W. ولو انا مثلا عايز اشكل البلان ده، يعني ارفع حتت، اقلل حتت، ازود حتت، تمام. الكلام ده كله عشان تعمله لازم يبقى الاوبجكت فيه سيجمنتس كفايه عشان تعرف تشكله، تمام. فانا عايز ازود العرض شويه، وعايزين نزود شويه سيجمنتس. هي مشكله الطريقه دي انها اكسبنسيف قوي في السيجمنتس، يعني فعلا بتحتاج سيجمنتس كتير. وعشان اشتغل هعمل رايت كليك، كونفرت تو اديتابل بولي، ومن فوق من الريبون ده، تمام. لو الريبون ده مش موجود، تمام، هتعمل رايت كليك وهتلاقي هنا ريبون. يعني لو احنا شلنا الريبون ده، لو كان عندك ماكس بالمنظر ده كده، وقف في اي حته فاضيه، رايت كليك قوم قايل له ريبون، هتلاقي الريبون قدامك. في الريبون اضغط العلامه دي علشان تشوف الفول ريبون بالشكل ده كده. من هنا وهنروح لفري فورم. من فري فورم ببدا ان انا اشتغل اورجانيك. يعني ايه؟ لو مسكنا اداه زي الكونفورم، تمام، اهو شفت البراش دي، تمام، البراش دي كده، دي النقطه البيضاء اللي جوه دي السترينجز، والنقطه السوداء اللي بره دي الفولوف. يعني النقطه البيضاء اللي جوه دي اقوى تاثير للاداه، والنقطه نفس القصه بتاعه اللايت، تمام. لو انا بص كده، لو انا جيت زودت السترينجز اهو، هلاقي النقطه دي بتكبر. لو زودت الفولوف هلاقي المجال بتاع الاداه نفسه بيكبر. لو انا مسكت هنا بالماوس، طبعا يفضل انك يبقى عندك، يفضل ما بقولش لازم، يفضل يبقى عندك تابلت بيبقى احسن. لو احنا مسكنا بالماوس اهو، شديت كده بقى ريلاكس. لكن انا مش عايز اعمل ريلاكس، انا عايز اعمل ديفورم. فهمسك الشيفت، انا اسف مش الفري فورم، انا همسك الشيفت، نفس القصه، فول سترينجز وفولوف، امسك وارفع كده اهو. فانت بتظبط الموديل بتاعك زي ما انت عايز. انا عايز اعمل زي منطقه جبليه مثلا كده، عايز اعمل ارفع المنطقه دي كده مثلا، وعايز اجي كده وارفع المنطقة التانية كده مثلا، بحيث اعمل في النص زي وادي. وزي ما احنا شايفين الفولوف كبير، فانا هقلل الفولوف بحيث ان انا لما اعمل كده الجزء اللي في النص ده ما يتأثرش. بالظبط كده، كده انا شغال بكنترول اكتر، تمام، بالمنظر ده، تمام، حاجة بالشكل ده، تمام. ممكن اجي هنا كمان وارفع دول شويه كده بحيث اقفل الهورايزون، تمام، بالمنظر او بالشكل ده. لو عايز اعكس الافكت، تمام، هضغط الت، تمام، بيعكس الافكت. بس عموما هي مع دي الافكت اصلا كده كده ممكن اعكسه بايدي من غير حاجه. فانا ممكن انزل دول لتحت شويه كده بحيث ان انا اعمل الفتحه دي. طب عايزين نضيف تفاصيل او عايزين نشوف التفاصيل، الغي F4 عشان تشوف الموديل بتاعك والافكت بتاعك شكله عامل ازاي. الاداه دي بتستخدمها او بستخدمها لما بحب اعمل بيج ديفورميشن، يعني بطلع حاجه، بنزل حاجه. لكن في اداه كمان اسمها بوش اند بول، هي نفس القصه، بس بوش اند بول بقى مش بكليك، ده انت بتضغط وبتمشي، بتمشي كده كانك بتساوي حاجه كده. فدي عشان كده بقول القلم افضل. البوش اند بول، انا عندي
السايز بتاعها، كبر مثلا حاجه كده اهو. السترينجز، السترينجز اللي انا مشيك كده، بصوا انا ضاغط بالماوس وماشي، سحبت دي لفوق. ممكن انا عايز اسحب بس مش عايز كل ده، اقلل واخد الريديوس ده اقلله، ان انا عايز اعمل تفاصيل صغيره وليكن على الجناب دي، فبكليك وبمشي كده اهو اهو كده مثلا. هضغط F4 عشان اخد بالي من الحاجه اهو دي، لو فضلت ضاغط شويه في المكان ما تسيبش هتلاقيه بيحصل فيه بروز. فانا كده كده بقى انا بضيف بروز رفيعه، تمام؟ مش زي الشيفت، الشيفت رحت رافع الترين بي بالمنظر ده. دي حلاوتها ان هي فيها بريشر، او طول ما انت ضاغط بالماوس هي بتشد الاوبجكت لفوق كده مثلا، كده مثلا، كده مثلا. عايز اضيف حاجه زي الريدج كده هنا، تمام؟ نفس القصه الناحيه الثانيه، لو عملت كده كده مثلا اهو، ممكن بقى تقلل تزود تعمل اللي انت عايزه، يعني اعمل بقى اللي انت عايزه. انا مثلا الحته دي مش عاجباني انها تحت شويه، فانا هفضل ماشي عليها كده لغايه ما معليها بالشكل ده. طب انت فرضا انت عايز لما انت تمشي كده هو ما يحفرش لفوق، انت عايزه يحفر لتحت كمثال الجزء ده. خلاص المره دي بقى هنشتغل بالت، تمسك الت وتمشي بالشكل ده كده مثلا اهو. فكله انا عمال انزل لتحت بالمنظر ده كده، احلى حاجه انها بتنزل على النورمال، يعني بتنزل على نفس اتجاه الفيس. يعني كده عملت الطريق اللي في النص ده كده، تمام، حاجه بالمنظر ده كده كده، تمام. طيب دي كده البوش اند بول. في بعد كده الريلاكس، اظن واضحه لو عملت كده هي بتساوي، يعني لو في عندي حتت جاجد قوي او حتت مش ناعمه بتعمل لها تنعيم بالمنظر ده. في عندي بعد كده البنش اند سبريد، دي بقى بنضيف بيها تفاصيل. يعني مثلا انت عايز تيجي هنا تعمل الحته دي فيها بروز، لو احنا قللنا السترنجز لان السترنجز بتاعها قوي، فانا عايز اقلل كمان الراديوس. لو جيت عملت كده شفت بتعمل ايه؟ بتعمل زي بنشنج. لو احنا عملنا F4 عشان نشوفها هنلاقيها بتضيق كده، هبان. اعلي السترنجز شويه عشان تبان، بصوا شايفين بقت بتعمل ايه؟ بتعمل بتعمل زي حد فاصل كده اهو بالشكل ده كده، اللي هو تحس ان الحته اللي فوق بقت مفصوله عن اللي تحت. يعني شايفين دي مثلا سموز ونعمه ازاي؟ بمجرد ما هعمل دي كده اهو بدات تاخد معالم، تمام؟ تنفع قوي لما نحوس نعمل هارد سيرفس. طبعا الكلام ده للناس اللي شغاله نحت، احنا هنشتغل حاجات زي كده بس مش زي اللي شغال زي براش او كلام من ده. واحد يقول لي يا باشمهندس هو الماكس احسن ولا زي براش؟ مفيش مقارنه اصلا، تمام؟ في صالح الزي براش. لو رحت للنويز كالعاده، النويز ده بيضيف مرتفعات ومنخفضات مع نفسه. يعني لو عملت كده اهو هو بيضيف بس حاجه بالمنظر ده. كنترول زد، لان طبعا السترنجز عالي قوي، فانا مش عايز سترنجز عالي، انا عايز بس كده. وما تقلش ايدك وانت شغال بالنويز ده كده طبعا، عشان الارض يبقى فيها عدم انتظام. انا ضاغط على فكره بالماوس وماشي. ممكن نعمل نويزز صغيره، اخد الراديوس ده لورا ونعمل نويزز هنا كده اصغر فاصغر. هي مستويات من التفاصيل، هي مستويات من التفاصيل. ممكن اخد البول تاني
نكبر السايز ونكبر السترينجز تمام، وامشي بالبول عشان ادي تفاصيل فوق هنا كده. ما تلاقوش كل الكلام ده هيتنعم دلوقتي، نفس القصه هنا، بحيث اعلي الحته دي عن اللي تحت. هذا المنظر ده، نفس القصه هنا، كده مثلا. مش عجباني دي، بسيطه، الت واضغط بس، الت نزلها لتحت اهي بس كده. افتكر هنا عايزين نطلع فوق شويه، تمام. ماشي، و شوية نويز جميل، حلو قوي كده. احنا خلصنا الديفورميشنز، وهو ده اللي احنا هنتعامل معاه لما نيجي نعمل بيئات او نعمل حاجه مثلا. عايزين نملى هنا ميه وليكن مثلا، وفي حاجه هنا بتقع في الميه دي. فيعني لو انت عايز تعمل نفسك بيئه كده مبدئيه تشتغل عليها، طبعا الموضوع اوسع من كده. ممكن تكتب، لو انت عايز تتعمق في حكايه، تكتب 3 دي اس ماكس سكالبتنج تيوتوريال، وهتلاقي بقى دي فيها حاجات كتير قوي حلوه. طب احنا عايزين ننعم الكلام ده، هنيجي على الموديفايرز ونحط موديفاير اسمه تربو سموز. بس خلاص، لمجرد ما حطينا تربو سموز زي ما احنا شايفين الموضوع بقى مختلف تماما عن الاول. لو ضغطنا F4 هنلاقي تربو سموز عمل حركة. طبعا ممكن ندي اتريشن وحدايا كمان فنلاقي التفاصيل جبارة. انا مش عايز كل عدد السيجمنتس ده عشان ما يتقليش السين، ممكن اقول له ايزو لاين ديسبلاي. هو على فكره نفس العدد، بس هو بيخف بس الرسم، يعني بيخف الرسم. لو انا قلت له 3 وجيت اعمل كده هلاقي. طبعا انا مش عايز اعرض دي بالشكل ده كده عشان حتى اعرف انا اشوف، ما بقاش متضايق. لكن لو قلت ايزو لاين ديسبلاي هلاقيها بالمنظر ده. لو شلت F4 خالص هلاقيها فعلا بقت بالمنظر الجميل والسموز اللي احنا شايفينه ده. دي اتعملت بحاجات بسيطة قوي، حاجات مبدئية قوي، بدائية جدا، مفيش فيها أي حاجة. بس أهم حاجة تبقى فاهم التولز اللي احنا اشتغلنا عليها. لو أنا عايز أعمل كاميرا من المسقط ده بقوم عامل كنترول سي. لو خدت بالك هنا بقى فيزيكال كاميرا، عشان أرجع للبرسبكتيف بضغط بي أهو. بص كده لو طلعت بره أهو هتلاقي آدي الكاميرا بتاعتك. وخلي بالك عشان نرجع لمسقط الكاميرا تاني بضغط سي بس مش كنترول سي. الكاميرا ليها شوية أدوات هنا، هنا الزوم إن وأوت، وهنا لازم شيفت إف، لازم شيفت إف خلاص، لأن استحالة هتعرف تظبط الكاميرا من غير شيفت إف. هرجع تاني للريز بتاعتي 960x540. بص كده البرسبكتيف، آسف يا ربي، بص كده من غير شيفت اف. انا هزوم بس بالكاميرا شويه جوه كده، تمام. طبعا الدولي كام من تحت، او الاوربت كام، هعمل اوربت بالكاميرا كده وبالميدل كليك انزل بيها تحت حاجه بالمنظر ده كده. ده كده، ده انت من غير شيفت اف يعني مش سيف فريم. بص كده فرق بجد. وخلي بالك للصبح من موضوع شيفت اف ده. لو عايز اخد كأن دي حتة واسعة او منطقة واسعة، ممكن ببساطة قوي تروح ل الفيلد اوف فيو بتاع الكاميرا خلاص، وتقوم مزوده كده. لما بنزوده
تمام اللي بيحصل ان احنا بندي وايد انجل بالشكل ده كده. تمام حاجة بالمنظر اللي احنا شايفينها. ده كده كان كلام بسرعة عن ازاي بنشتغل بالسكالبتنج تولز في الماكس بشكل سريع. وعايز برضو اوريكو ازاي نعمل ريندر، لو بنعمل بريفيو ريندر يتعمل برضو بشكل سريع. بص كده، لو انت رحت هنا من ريندر سيتنجز، عندك في الريندر سيتنجز في الريندرر انت عندك حاجة اسمها كويك سيلفر هاردوير وير ريندرر. ده جميل قوي. لو احنا جينا عملنا كده، بص بقى هنا في ريندرر، طبعا هي دي بس من ال يعني اقفل وافتح كده لانها ساعات بتلاقي كانها فاضيه بس هي مش فاضيه. تعال ناخدها حاجه حاجه. لو فتحنا هنا بيقول لك انت عايز ترندر منين لفين، يعني عايز ترندر منين لفين. هنا عدد الباسز، هو بيرندر كم مره، يفضل تسيبها على الديفولت. فيجوال ستايل، هنا انت عايز ترندر هل رياليستيك ولا شيدد زي الحاجات اللي هنا، بس هنسيبها برضو على الرياليستيك. وفي اللي هو الكلي، الكلي ده زي ما انت بتشوف كده ناس مرندره الشكل ده. لو رحنا هنا على ديفولت شيدنج وقلت له كلي، بتلاقي ناس عامله الريندر ده وطالع حاجه زي كده، فانت بتلاقي شكله كانه بروفيشنال قوي وطالع، فهو بيبقى بالمنظر ده بيبقى مرندره كلي. فانا هاجي هنا اقول له لا انا خليني على الديفولت شيدنج، تمام. ومن الريندر نفسه تقدر تقول له انا هنا ديفولت شيدنج، بس لما تيجي ترندر رندر لي كلي. طيب ساعات بتشوف رندرات طالعه بالواير فريم ده بالسيجمنتس دي، بسيطه قول له رندر لي ايدج فيس. طيب اللايت والشادو، هل انت عايز تالومينيت بالسين لايتس اللي احنا قلناها المحاضره اللي قبل اللي فاتت، ولا بالديفولت؟ لا انا عايز بالسين لايتس. الكواليتي بتاع اللايت والشادو، انا عايز، لا انا عايز فيري هاي كواليتي. طب انت عايز شادو ولا مش عايز؟ انا عايز شادو. عايز امبيانت اوكلوجن ولا لا؟ مش عامله غريب. رياليستيك، معلش هو الكلي مش متاح فيه ده، فهقول له امبنت اوكلوجن، تمام، عشان يديني لما في جسم بيقابل جسم تاني تلاقي بينهم كده ايه اسود اللي هو الشادو بتاع تلاقي جسمين مع بعض. عندي اندايركت الومينيشن برضه عشان يديني رياليستيك لايت. انيبل اندايركت لايت اند شادو، كل ده علم عليه كده الدنيا تمام. هنا الهاردوير كاش وخلاص. لو جينا بنعمل رندر، طبعا انا مش حاطط اي لايت في السين ولا اي حاجه في اي حاجه. انا هنا عايز اقول له ستاندرد، عايز اقول له سكاي لايت، احط السكاي لايت ده. سكاي لايت ده على فكره يعني انضف لايت يعمل لك جنرال لايت. هنروح لستاندرد لايت اند شادو الومينيت وذ سين لايتس. في السكاي لايت مالتي بلاير بواحد، انا هسيبها زي ما هي كده واجرب اعمل رندر واشوف الشكل. او 50% وهوب فينيشت، طلع لي بالمنظر ده. طبعا هي مش واخده ماتيريال، فانا هعمل ام عشان اعمل ماتيريال، واقوم جاي قايل له على طول كده سيلكت وسيلكت الماتيريالات دي، واقوم قايل له اساين تو سيلكشن. ديفيوز، هعمل الديفيوز لون غامق، تمام. وهاجي في سبيكولر ليفل اعلي السبيكولرز، بس جلوسنس هقللها كده. مش منطقيه الخامه دي، بس بنت حلال. رندر، اهو هنلاقي الماتيريال طلع بالشكل ده. ممكن رندر الرندر ده، على فكره مش رندر نهائي ده، انت بترندر درافت، يعني كانك بترندر بريفيو، او ده بنستخدمه في البريفيو رندر. هنا انا ممكن اقول له السكاي يو سين انفايرمنت، لا انا ممكن اقول له هنا بخمسه، المالتي بلاير بخمسه، ثلاثه هيبقى كويس. السكاي لايت ممكن يقول له يوز سين انفايرمنت. يعني ايه يوز سين انفايرمنت؟ لو رحت الرندرنج، من ريندرينج عندي حاجه اسمها انفايرمنت.
الانفايرومنت دي او بنسميها بمعنى تاني الباك جراوند. يعني احنا ممكن نعمل نان بيت ماب واحط باك جراوند، بس خلي بالك الانفايرومنت دي هي نوع خاص من الصور، في الغالب بتبقى اتش دي ار اي، ما اعرفش الرساله دي ايه بس ما علينا، في الغالب بتبقى اتش دي ار اي. انا ما افتكرش ان انا عندي اتش دي ار اي هنا، ما افتكرش ان انا عندي هنا حاجه، ما عنديش فعلا اتش دي ار اي. ينفع نحط صوره عاديه بس هيبقى منظرها بايخ بجد، يعني هيبقى منظرها فعلا بايخ. بروجكت فايلز مش فاكر، ما افتكرش ان انا عندي هنا خامه هيدر فراري تكستشر. ما عنديش اتش دي ار، بس انا فاكر ان الحاجات دي كان فيها هيدر تشيس تكس اهي، حاجه زي كده. خامات الاتش دي ار اي، الاتش دي ار اي اختصار لهاي دايناميك رينج ايمج، ودي صور كواليتي جبار. هقول له اوبن، تمام، ما علينا. هقوم قايل له اوكي، حلو، اقوم قايل له يوز ماب. طبعا انا ما علمتش على، كان المفروض اعلم على يوز ماب الاول، لكن هقول له نان تاني. هو لسه بيعمل لها لود تقريبا، لا بيت ماب. هو كان عامل لها لود بس الرساله اللي كانت طلعت دي كانت مستخبيه ورا ماكس. طب انا عملت كده، لو جيت اعمل ريندر على فكره هلاقي الريندر اختلف، بس انا لو عايزها تبان في الباك جراوند، لو عايز الانفايرمنت تبان في الباك جراوند، في باك جراوند الفيو بورت، كده كده اصلا لما اعمل ريندر دلوقتي هنلاقيها. وطبعا زي ما احنا شايفين الريندر بقى مختلف تماما عن الاول. طب انا لو مش عايز اعمل كده، لو مش عايز دي تبان، يوز ماب، هقول له لا، تمام، يوز ماب، هقول له لا. بس كل اللي هعمله ان انا هقوم شفت الماب دي، هقوم ماسكها من هنا كده ساحبها حاططها هنا انستنس. اشمعنى بقول له انستنس؟ بقول له انستنس عشان لو فتحت دي جوه الماتيريال اديتور وغيرت فيها الدنيا هنا تتغير، تمام. فانا لو جيت عملت كده بقى دلوقتي اعتقد واضح جدا، واضح منظر الريندر. شفتوا انتوا الكالر بتاع الصوره ظهر على الريندر ازاي؟ لو احنا رفعنا ده لخمسة وعملت ريندر تاني، ففعلا الكويك سيلفر حلو قوي قوي. لو هعمل بريفيو حلو جدا بصراحة، لو هعمل بريفيو. كده اتكلمنا بسرعة قوي على ازاي ان احنا نطلع بريفيو كويس، ازاي ان احنا نستخدم الفري فورم تولز والديفورميشن تولز علشان نعمل زي بيزك environment للشغل بتاعنا. وهيجي لنا بقى ان شاء الله في الدبلومه باذن الله في كلام كتير قوي في الحته دي، وهنعمل انفايرومنتات بحالها علشان نحط فيها الاف اكس. افتكر كده اتكلمنا على نبذه سريعه قوي عن بيزكس الماكس. طبعا ده نقدر نقول عليه مش كورس بيزكس للماكس قد ما هو كراش كورس، يعني نبذات كده عن اهم المناطق اللي احنا هنعمل عليها تاتشنج في الماكس واحنا شغالين علشان نشتغل شغل اف اكس واحنا مرتاحين. طبعا في كل محاضره في الاف اكس هتلاقي حته جديده خلاص، بس في الاول انا عايزك تبقى داخل، تبقى فاميليار مع الانترفيس بتاع البرنامج، مع الماتيريال اديتور، مع شويه التولز الخفيفه اللي اتعلمناها في الموديلنج، مع البيزك لايتنج، مع ان احنا نحط بيزك ماتيريال، مع اننا نطلع بيزك ريندر عشان نشوف ريفيو شكله كويس. ده اللي يهمني دلوقتي عشان ندخل على مرحلة الـ FX واحنا مرتاحين. اشوفكم بقى في بدايتنا في الـ FX من بعد المحاضرة دي على طول ان شاء الله، مع الـ Particle Flow، وهو نوع من، مش نوع، هو اقوى نوع من انواع الـ Particle Systems، ودي اللي هيقوم عليها شغلنا كله ان شاء الله. واشوفكم على خير.